قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل من الممكن أن يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، مشددا على أن القدس هي خط أحمر بالنسبة إلى المسلمين. في السلوك التركي حيال إسرائيل بوادر تغير لافت على الأقل على صعيد الخطاب. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده تسعى لإقامة علاقات أفضل مع إسرائيل. Yani istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil. Devam ediyor. Yoksa biz gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım.